واش لا فامي، السلام عليكم، صباح الخير عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله في هذا الفلوق الجديد وفي هذا اليوم الجديد ان شاء الله، ونهار ان شاء الله يكون جديد ومزيان ان شاء الله. المهم بلا ما نطول عليكم ان شاء الله، في هذا النهار قررنا ان شاء الله نمشيو لواحد السوق صراحه اللي تيكون فيه هي القوا، عفوا وكيكون فيه هي العرب صاحبي ما غتلقى ان شاء الله. المهم حنا غنمشيو فيه غير التوانسه والجزائريين والمهم ومغاربه خلاص، اما غتبقى تسمع هناك هيل انك يمكن لك تشطر معاهم زوين زوين وزوين بزاف، وكتحس براسك بانك بحال راك في المغرب ولا انك في شي دوله عربيه، سواء كنهضر على الجزائريين ولا راك مثلا في شي سوق ديال الجزائر ولا انك في سوق المغرب. المهم صراحه كيتجمعوا فيه، كتلقى هناك كيتصيب الملوي ديال المغرب، كتلقى كيتصيب داك تما، نقدر ما نقولوش انه فيه العرب كامل، وانما تلقى الكوار، ولكن واخا الكوار راها بنسبه قليله، ما كتلقاش الكوار كي كيله، ما كتلقاش الكوار كي كتصور انك غتلقى في شي سواق اخرى مقارنه، مي ها السوق تيطلعوا ليه العرب، والعرب بزاف بزاف بزاف. المهم طريق حنا غنمشيو ان شاء الله نشطو الترام تشاو. المهم كما كتشوفوا حنا دابا ان شاء الله في المحطه ديال الترامواي، المهم نتسناو يمكن واحد 4 مينوت ان شاء الله وغيجي الترامواي، نتسناو هاد 4 مينوت ما عندنا ما نديرو. الخوت المهم احنا وصلنا ان شاء الله للسوق، المهم السوق غنضربوا فيه ان شاء الله دويره، المهم نخليكم ان شاء الله مع الفيديو وسط السوق ان شاء الله، نتعرفوا عليه ونتعرفوا على